انا ميرا علام من مصر، متطوعه لليو ان اف سي سي عشان اسهل الغرف بتاعه الاجتماعات للناس المتخصصين في المناخ اللي بيحاولوا ان هم يحسنوا وطبعا يبعدوا خالص عن المخاطر اللي ممكن ان احنا نشوفها قدام. فاحنا دلوقتي بنسهل لهم الاماكن دي وبنحاول ان احنا طبعا ان احنا نوفر لهم كل حاجه، وده دورنا ودي طبعا حاجه احنا نتشرف بيها جدا ومبسوطين جدا ان الكوب السنه دي في مصر اول مره يتعمل في مصر، ودي حاجه بسطانه. فطبعا شرف لينا ان احنا لينا دور في حاجه زي دي.